رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وبصوا بفضل اقلب في الدقيق لحد ما ياخد لون ايديكم كده فيه عشان ما يتحرقش معاكم. انا مش عايزاه يتحرق، انا عايزاه ياخد لون بني او يعني بني فاتح كده عسلي كده، بس يعني مع التقليب المستمر اهو. اعملوا بقى كوبايه، اعملوا كوبايتين، اللي انتوا عايزينه اهو. كل كده ايه ما يبدا يتحمر شويه ابدا ان انا ايه اقلب لحد ما يوصل للون البني الحلو. يا محمد لا يا محمد زي ما هي بعد اذنك اهو. تمام كده الفلفل كمان خلاص استوى، هنبدا ان احنا نطلعه. وهنجيب فوطة بس عشان ايه عايزة فوطة، عايزة حاجة امسك بيها الصينية دي. نبدأ بقى ايه نغرف، واحنا بنغرف عينينا على الدقيق ما نسيبوش عشان ما يتحرقش. بصوا بقى دي علبة بلاستيك على طول في التلاجة، عشاء جوع آخر الليل. عايزة أقول لكم بقى إن هو حتى مع سندوتش جبنة كده لو حطيته كده وحدتين كده معاهم فظيع. أنا عارفة محدش هيفهمني غير الناس اللي بتحب الحامي. اهو بصوا نبدا بقى. بصوا ابتدى بصوا لونه يغير اهو. افضل بقى اقلب تقليب مستمر عشان ما يتحرقش معايا اهو. اكون بقى مجهزه كوبايه عشان ادوب فيها السكر والميه. بصوا ابتدى لونه يغير ازاي. شلت السكر بتاع سد الحنك يا محمد. اهو كده بصوا كل مدى لونه اهو بيبقى حلو جدا. تبداوا بقى ايه تعملوه في طبق كده، تفردوه في طبق، تعملوه كور اللي انتوا عايزينه اهو. تعالوا بقى ايه خلاص نرجع دي كده ورا، نبدا نقدم الفلفل اهو. بصوا كده بالشكل ده خلاص قرب خالص. هجيب بولة كده احط فيها السكر، هاتلي السكر بتاع ال انت حط عسل تمام، وهحط كده السكر بالمية واديهم تقليبة بمعلقة اهو. بصوا خلاص بقى ايه الدقيق بصوا شايفين ابتدى ياخد بقى لون حلو جدا اهو. هو ده اللي احنا عايزينه. خلي بالكوا عشان بيبقى تركايه بتلاقوه اتحرق، فيعني دايما ايديكوا فيه. هقلب كده السكر بالميه وابدا انزل عليه بالسكر والميه، والم بقى كل الكلام ده كده، اقلب كل الكلام ده. بصوا مفيش ثانية بتلاقوا ان هو ايه بصوا اهو ما بقاش فيه اي بقى كلاكيع، دي بفرد كده وازود مية تاني لو لقيت لسه ان عندي دقيق اهو. اهو
المايه اللي بالسكر حطيناها، كل الدقيق المحمر شربه اهو. هبدا كده اقلب كده بالشكل ده اهو، اي دقيق كده مكلكع ببدا ان انا ادخله كده في العجينه. لبن بسكر ممكن، بس هي ممكن، بس هي ممكن بتعمل يعني بالميه، بتعمل بمقادير بسيطه جدا، هي دقيق ميه شويه سكر، موضوع بسيط قوي يعني، فممكن تعملوها بلبن ممكن، ما جربتهاش بصراحه يعني، بس يعني بصوا اهو كده تمام جدا. هبدا بقى اجيب طبق وافرد عليه سد الحنك. ممكن تقول لنا الوقت كده بتاعنا ايه؟ والله ان شاء الله بتعملي مفاجآت انت اهو. اكتر من كده هبدا كده ايه، اسيبها تبرد. لا لا تمام اهو، اسيبها تبرد. احمد عايزه دورق نضيف. تعالوا بقى ايه، هنسيبها تبرد كده ونشكلها مع بعض دلوقتي. تعالوا نقول عندي عصير الجزر بالزبادي، العصير ده بجد خطير خطير خطير، لازم تجربوه. عندي ثلاث جزرات مسلوقين في ميه قليله، ما تزودوش قوي الميه بتاعت الجزر، وعندي ميه سلق الجزر هحتاجها فيه اهو. بصوا دي الميه اللي انا سالقه فيها الجزر، وعندي كمان معاهم ربع كوبايه سكر او عسل اللي موجود عندكم او اللي انتوا بتحبوه، وعندي زبادي بطعم الخوخ او المشمش. جربوا الموضوع ده يعني بجد هيبقى في منتهى الجمال. تمام، تعالوا كده نقول المقادير تاني. عندي الجزر هسلقه، وعايزه الميه بتاعت الجزر كده هبدا ان انا اشتغل بيها، وعندي كمان ربع كوباية من العسل أو السكر، وعندي زبادي حوالي مثلا علبتين زبادي بطعم الخوخ أو المشمش، بيبقى حلوين جدا. تمام، وتعالوا نحط كل الكلام ده كده إيه على في الخلاط ونبدأ إن إحنا نعمله. بصوا بقى أنا حلاوة الدقيق المفروض يعني تهدى شوية كده، ونبدأ إن إحنا إيه نكورها. طبعا في ناس بتقدمها كده ما فيش مشكله خالص، ممكن تحطوا عليها سمسم، تحطوا عليها جوز هند، اي حاجه ممكن برضو يعني، برضو لو عايزين تفتكسوا فيها افتكاسات كده جديده ممكن تقوموا خالطين شويه جوز هند بشويه مكسرات فيها، دي الاساسي بتاعها. حابين بقى انتوا تجودوا باي حاجه تمام ما فيش مشكله خالص. تعالوا نضرب العصير، واحنا بنضرب العصير كده نكمل تكوير. يلا محمد كملي دول بسرعه بس عشان مفيش وقت. تعالوا بقى ايه نضرب العصير في الخلاط، الجزر بالميه اهو. بصوا جزر مسلوق بالميه بتاعته، الزبادي، هجيب بس سباتولا كده انزل كل المقدار اهو، هنزل العسل او السكر على حسب ما انتوا حابين. عارفين عصاير الزبادي الجاهزه اللي بتبقى بفاكهه، ده بالظبط هيديكوا طعم كانكوا والله العظيم كانكوا جايبينه من الشركه اللي بتبيع العصير دي، خطير ولازم تجربوه. هزود شويه ميه كمان بس يعني ايه، هنضرب في الخلاط.
تمام قوي كده. بصوا بيبقى تقيل كده، بيبقى قوامه بجد ممتاز. الكوبايه مش جايبها لي كمان، هو مش جايبها اصلا. يا هنبدا كده ايه، نحط العصير بالشكل ده. خلاص يلا حضرتك سد الحنجة بإذنك. العصير مع عيش البطاطس، هات هات بقيتهم، هات لي الطبق، هات لي الطبق. هنبدأ بقى ايه نشكل كده، زي ما قلت لكم ممكن نحط شوية جوز هند مثلا عليها، ممكن نحط عليها شويه سوداني، مكسرات، اي حاجه على حسب ما انتم حابين. اهو بالشكل ده كده. حابين تحطوا شويه سكر بودره، يعني انا بديكوا افكار لو حابين ان انتم يعني ايه تزينوا الطبق بيها، شويه جوز هند، شويه سوداني مجروش، شويه زبيب، اي حاجه من الحاجات دي. عندنا شوية جوز هند كده، هاتهم محمد. ده كده حلاوة الدقيق. وصفات النهاردة برضو سهلة وبسيطة وموفرة، بقالنا يومين اهو يعني عاملين حاجات حلوة وموفرة ومرجعين أكلات زمان الحلوة اللي كلها يعني بجد حاجات بسيطة وكانت بتعتمد على بساطتها بجزء كبير منها. طبعا احنا سد الحنك زمان حتى ما كانوش بيكوروه، كانوا بيحطوه في طبق كده وبناكله بالمعلقه كده سخن، وبيبقى بسيط جدا وسهل زي ما انتم شايفين كده. دي كده حلقتنا النهارده، عملنا مع بعض عيش البطاطس وعملناه بالجبنه، وعملنا كمان الفلفل المطبوخ بالصلصه، وعملنا عصير الزبادي بالخوخ، وحطينا كمان عملنا كمان سد الحنك من الحلويات المشهورة القديمة جدا. اهو هزينها كده بشوية جوز هند على حسب ما انتوا حابين. ودي كده كانت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من الطبق طبق.